السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد أو دورة جديدة حول برنامج S&P. وغادي نشوفوا إن شاء الله كيفاش نصاوبوا الأنشطة لهذا البرنامج ومشاركتها مع التلاميذ. دونك غادي نشوفوا دورة كاملة. دونك غادي نشوفوا يعني العرض شنو غيكون في هاد الحصة. غنشوفوا تعريف برنامج S5P، يعني شنو هو هذا البرنامج ولياش يصلح، وغنشوفوا بعض المزايا وحدود هذا البرنامج يعني، ونشوفوا تمرين تطبيقي لكيفية العمل على هذا البرنامج. تعريف برنامج S5P يعني HTML5 package، يعني تعتمد على لغة HTML5 وجافا سكريبت. فهو برنامج مجاني تم تطويره سنة 2014. يمكن إنشاء مجموعة من المحتويات التفاعلية، يعني أكثر من 46 محتوى. يتوفر البرنامج على واجهة باللغة الإنجليزية، وهي اللغة بطبيعة الحال اللغة الرسمية. كما يمكن استخدام محتوى البرنامج مباشرة في منصات مثل ووردبريس، وكاينة بلوغر، وكاينة موديل، وكاين تلميتيس كما تعلمون آخر المواقع ديال الدعم. واجهة البرنامج كما تشاهدون واجهة باللغة الإنجليزية. بعض مزايا وحدود هذا البرنامج، من المزايا ديالو أنه كيعطيك قوالب جاهزة وأمثلة جاهزة، وعنده أكثر من 46 صنفا تفاعليا، بالإضافة إلى أنه مجاني. بعض السلبيات كما نقولوا هو محدودية اللغة الرسمية ورداء الترجمة التلقائية، يعني ملي كنديروا الترجمة بارفوا ما كيعطيكش ترجمة صحيحة. وكاين عدم إمكانية تشغيل المحتوى، يعني هاد التمرين اللي غديروا ما يمكنش تشغلوا على الحاسوب بعد تحميله، يعني ضروري خصو يتوفر لك أولا الانترنت تتخدمه مباشرة من الموقع، أو كدمجوه في شي بلوغر كما غنشوفوا إن شاء الله في المثال. دونك غادي نشوفوا التسجيل اولا في البرنامج، ونشوفوا كيفاش نخدموا عليه. غادي نديروا واحد النشاط رقم واحد اللي هو نشاط بسيط فقط، ومن بعد ان شاء الله باقي لنا دوره كامله غادي نديروا باقي الانشطه. دونك غندخلوا البرنامج، ندخل جوجل، نكتبوا هنايا h5p.org h5p.org. بطبيعة الحال كاين h5p.com اللي هو ماشي غراتوي، وكاين h5p.org. دونك حنا غندخلوا h5p.org، كندخلوا على الرابط الاول. بطبيعة الحال كيعطينا هذه الواجهة باللغة الإنجليزية. اذا حنا لو بغينا نخدموا به باللغه الانجليزيه ممكن نخدموا به. هذا البرنامج بطبيعه الحال كيعطيك امثله، لما تشوف الامثله هنايا اكزامبل. دونك الامثله اللي تقدم هذا البرنامج هما هادو. دونك كاينين 46 مثال كما تشاهدون. هاد لي زيكزامبل الفوقانيين يعني اللي هما الاشهر الامثله اللي كاينين حاليا، ان شاء الله غادي نشوفوهم واحد بواحد الى غير ذلك. وكاينين هادو هما اللي غادي نشوفوهم ان شاء الله فيديو بفيديو في هاد الدوره. حنا غادي نكتفيو فهاد الفيديو فقط، نديرو مثال هنا، ومن بعد غادي نشوفو كاع الانشطه الاخرى. دونك باش نستافد من هاد الانشطه هادي، اول حاجه خصنا نديرو التسجيل في الموقع. دونك غادي نحاول نرجعوه باللغه الفرنسيه. لاحظوا جوجل كروم كيعطيك هذه الامكانيه، كتضغط البوطون اليمنيه كيعطيك تخادوير اون فرونسي، وغادي دير شي لغه اخرى بطبيعه الحال. راه ممكن تجي لهنايا ودير سيليكسيوني دوت لونغ وتختار اللغه اللي بغيتي. ها هو كيعطيهم لينا اللغات كاملين، كنختار اللغه وكندير تخادوير. اول حاجه قلنا باش نستافدو خصنا نكريو ان كونت. دونك كنديرو كري ان كونت غراتويتمون، كنضغطو عليها، نديرو مثلا
العبيد ياسين، كنديرو طبيعة الحال كنديرو الجيميل ديالنا او لا ايميل كما كان، وهنا كنديرو المود باس. طبيعة الحال كنعاودو هنا المود باس، هنا كنديرو الوصف. ممكن دير مثلا انشاء انشطه تفاعليه او بيان كرياسيون دي زيكزارسيس انتراكتيف، يعني ماشي مهم يعني سواء عمرتيها ولا ما عمرتيهاش، ماشي مشكل. وكدير كري ان نوفو كونت. دونك بالنسبه لينا هنا ديجا عطانا البرنامج. دونك هنا غادي نبداو ندخلو، قلنا نعاود نديرو اللغه الفرنسيه كما قلنا. هذا تترجم فقط لي باج، ما كيترجمش الموقع كامل، كيترجم الصفحه اللي انت فيها. دونك غنديرو سيدونتيفي ندخلو نشوفو. من بعد ما درنا ها هو عطانا مباشره، دخلنا تقول لك تعطيك السميه هنا ديالك، وتيقول لك دي انستريكسيون سيبليمونتير اون ايتي اونفوي ا فوتر ادريس ايميل. دونك لما مشينا لادريس ايميل طبيعة الحال غادي نلقاو صيفطوا لنا رسالة إلى جيميل. دونك غادي نضغطو على جيميل، غنديرو كونيكسيون، نديرو الايميل ديالنا، مود باس، ثم سويفون. بطبيعة الحال هو كيجيني هنا جديد. دونك هادي جاتنا من H5P، يعني كيعطيك هنا الامتيازات ديالها، شنو ممكن دير اكسيتيرا. نخرجو، نرجعو لH5. دونك هنا غادي نديرو أول نشاط. دونك هنا كنمشيو للكونتنت ولا كونتوني، الناس اللي دايرين لونجيز ديال الكونتنت. دونك كنضغطو على كونتوني، كيعطيني هنايا كري ان نوفو كونتوني، كري ان نوفو كونتوني. كنضغطو على كري ان نوفو كونتوني، بطبيعة الحال كيعطيك كما قلنا هاي 46 نشاط او كونتوني. هنا كيعطيك كريي دي كونتوني، وهنا كيعطيك تيليشارجي لي كونتوني. هاد التيليشارجي بمعنى لا كان عندك دي كونتوني ولا صيفطو لك شي واحد وبغيتي صيفطو لك وتجي نتا دير تيليشارجي وتجيب. بالنسبه لنا حنا ما عندناش هاد الحاله، غادي نمشيو نقلبو مثلا في كاينه كويز اريتميتيك، غادي نشوفو ان شاء الله هادو كاملين. بالنسبه نديرو حنا كويز اريتميتيك. دونك كويز اريتميتيك الا درنا ديطاي ضغطنا على ديطاي ديالو لحد شنو غايقول لينا، تعطينا هاد الشكل. يقول لك كيفاش غايكون، ها مني غتصاوبو طبيعه الحال غتكون عندك هنا ستار، غايخرج لك على هاد الشكل. مني غتجاوب على هاد الشكل فيعطيك فينيش على هاد الشكل. دونك حنا غنقولو يا ايه، غنستعملو هاد المثال. تعطيني فوق اكزومبل، تعطيك كويز اريتميتيك، وتعطيك هنايا لو تيتر ضروري قالك اوبليغاتوار، وهنا كيعطيك لانترو، وكيعطيك هنا لو تيب دو كويز. هنا كيعطيك لي تيب دو كويز، كاين هنا كويز سور لي زوبيراسيون اريتميتيك، لو ضغطنا سور لي زوبيراسيون اريتميتيك كيعطينا لاديسيون سوستراكسيون ملتيبليكاسيون ديفيزيون، ولا ضغطنا على كويز دي كواسيون لينيير لحد شنو يعطينا، يعطينا معادلات بطبيعة الحال من الدرجة الأولى على الصيغ الثلاثة اللي كتكون سهلة عندها هنايا، وكاينة الثانية وكاينة الثالثة. دونك حنا غادي نديرو مثال من لي زوبيراسيون أريتميتيك، وغنديرو مثال من الكويز لي زيكواسيون لينيير. نبداو لي زوبيراسيون أريتميتيك، كنديرو لو تيتر مثلا
La somme, maintenant, calcule la somme. المجموع من بعد يعطيك لو تيب تو كويز. كاين كويز سور لي زوبيراسيون اريتميتيك، حنا غناخذو بالنسبه لينا لاديسيون. هناك يعطيك نومبر ماكسيموم دي كيسيون، كيعطيك ماكسيموم 20. دونك هنا يعني غادي ناخذو غير مثال، مثلا غادي ناخذو غير جوج باش ما نضيعوش الوقت. وندورو هنا عند غون بلاسمون دو تيكست دو تراديكسيون، يعني ديك مني ديك ديبي وداك اللي كتعطيك ستار اكسيتيرا، حنا ما غنبدلوهاش، غنخليوها هادشي كيما كان. وندير سوفغارد. مني كندير سوفغارد كيعطيني هنا ستار. بطبيعة الحال ستار ممكن دير كليك البوطون على 100 ودير تخادمي بون فرونسي، هو غادي يعطيك ديبي. دير دي بي، كتبرك على دي بي، كيعطيك على هاد الشكل كيما شلنا في النموذج، هاديك كاو، وكيعطيك هنا سكور، وهنا كيعطيك الوقت شحال غادي دير فيه. دونك التوقيت راه بدا، دونك دير 19 زائد 30 غادي دير مثلا 49، مثلا عطونا 49، كيطلع ليا هنا نقطة الفوق. أو عيد وزني السؤال الثاني نفس الشيء، هنا غادي نحاول نخطأ، دير 98. تقول لي الصحيح هي هاتي. لاحظوا هنا ما عطانيش نقطة، إذا قال لي هي واحد على جوج، عطاني غير سي. مزيان، رجعوا لبغينا درنا هاد التمرين وبغينا نديرو إيديتي، مثلا بغينا نزيدو فيه شي حاجة. كاينة الفوق كلقاو كاينة كونتوني دو كلون، لا بغيتي دير كوبي منه ولا دير إيديتي. إيديتي باش ترجعو، لا بغينا نموديفيو هاد المثال. هاد المثال مثلا نموديفيو فيه، لاحظوا واحد العملية في لاصون، غنجيو هنا لتحت ونبدلو غومبلاسمون دي تيكست دو تراديكسيون. هنا كانت عندنا لونغلي، غادي نديرو اللغه الفرنسيه، وتلاحظوا ماذا يقع. ندير كونفيرمي وكنديرو اونغوجيستر. دونك هنا في تكلمنا لكم على الترجمة، رداءة الترجمة. نورمالمون المفروض هو يعطيني هنا ديبي، لاحظوا غندير ستار. دونك هنا كالعادة نخافو يدوزني هنا 10 ندير 100 أو عطاني واحد، وكيعطيني هنا غوتخي. لاحظ معايا هنا راه نورمالمون المفروض يعطيني غير سي. دونك بغينا نديرو تراديكسيون، كنديرو تراديكسيون، هو كيرجع عليا غير سي. مزيان، هذا الميتر رقم واحد. نمشيو نديرو ميتر رقم جوج على لي زيكواسيون. دونك فين كنمشي؟ غادي نمشي بطبيعة الحال الكونت، من بعد غادي نشوفو هادو ريوتيليزاسيون انتيغري، غادي نهضرو عليهم من بعد. غادي ندخل مون كونت، وغادي نمشي لهنا. لاحظوا معايا هو قال لي عطاني لو تيتر الاول، درت كالكولي لا سون. دونك انا غنمشي عاوتاني للكونتوني، اما نبرك لا كونتوني ندير نوفو كونتوني، ولا نضغط على اسي ار 5 بي. دونك بحال بحال نضغط عليها بحال. لاحظوا ما يعطيني هنا ريسامون يوتيليزي اون بروميي، يعني اخر حاجه خدمتي بها كيعطيك هنايا. دونك كنضغطو على ديتاي ولا نبركو عليها مباشره. نفس العملية غادي نديرو للتيتر. قلنا هنا غادي ناخدو بطبيعة الحال كويز ديكواسيون، غنكتبو مثلا هنا ايكواسيون لينيير. وكنجي كنختار هنا لي زيكواسيون. دونك حنا غادي ناخذو بطبيعة الحال كيعطيك هنايا، حنا ديما غناخذو مرة بحال السهلة، ناخذو هاد السهلة مثلا. هنا كيعطيكم اكتيفي لي فراكسيون. ما معنى لي فراكسيون؟ يعني الكسور، يعني واش يعطيك بالكسر، يعني واش يعطيك عملية فيها الكسور ولا لا.
دونك هنا نفس العمليه اللي درتي اكتيفي غيعطيك عمليات فيهم الكونسول. دونك حنا غادي نديروا عمليات عاديين، غادي نديروا مثلا هنا غير جوج فقط، نديروا هنا لون بلاسمون قلنا رجع الفرنسيه كونفيرمي، ونديروا هنا سوفغاردي نفس العمليه. لاحظوا معنا دابا ملي درنا لا تراديكسيون عطاني هنا تكست كومونس، دونك قلنا كنضغطوا على كومونس لان درنا واحد جوج دا كاو. لاحظوا عطينا دو زد، دونك فين غتجي يعني زد كم يساوي الناس اللي عندهم مع المعادلات، زد هي 2 على 3، زد هي 2 على 3 هي 2 على 3. دونك عطاني سكور واحد. هاي دوزني الاخرى، يعني هنا هنا اكس نورمالمون هي 7 على 4، نزل الرياضيات غادي نفهموا ان اكس يساوي 7 على 4، دونك 7 على 4 هي هاد. دونك نحاولوا الخط ندير 4 على 3 باش السكور تبقى هو 1-1، وغيدوز وعطاني ريكومونس سي تيرميني ريكومونس 1 على 2 مزيان. من بعد ما درنا هاد التمرين كيفاش غنتقاسموا حنا مع التلامذ، كتجيني الفوق ريوز ولا امبت، هادو راه ممكن ترجمو هنايا تخدمو في الفرنسي. لاحظو شنو غادي يعطيني، ريوتيليزاسيون او بيان انتيغري. كاينه هاد ريوتيليزاسيون الا ضغطنا عليها كيعطيني نتيليشارجي هاد الفيشي كامل R5P، وهذا هو اللي كان مطلوب لاحظتو في منصة تيلميتيس الأنشطة التفاعلية، كنا كنصيفطو لهم هاد الفيشي كامل باش كيدخلوه هما في منصة تيلميتيس. وكاين هاد الفيشي هذا كامل انتيغري، هاد الفيشي هذا يعني واحد مصاوب بالجافا سكريبت و HTML5، هذا كتمشي تحطو نتا اما في الموقع ديالك وكتعطي الرابط في التلامذ، او كتحطو مباشرة في مثلا حنا غادي نشوفو المثال الاول بالنسبة مثلا لو بغيتي تقاسم مثلا هاد المثال هذا مثلا مع التلامذ، كتهز الرابط الفوقاني لان يعني تهز الرابط كامل، كتضغط على هذا الرابط كدير كوبي كامل هذا النشاط هذا اللي فيه ليكواسيون، وكتمشي مثلا تحطو في تيمز، ضغط لتيمز مثلا، ندخل مثلا هاد التيست 2019 قول هنايا كنفتحو، وكنجي لهنا وكنكليكي بوطون اليمنيه وكندير كولي صافي، وكندير انفوي. اذا هو كيعطينا هاد الفيشي هذا. لاحظوا معنا الا ضغطنا على هاد الفيشي مباشره غيدوزنا ديريكت للتمرين، نضغط عليه لاحظوا معايا يدوزنا للتمرين مباشره. لاحظوا معايا غير هما يعني التلامذ بطبيعة الحال ما غاتجيهمش ايديتي هنا، علاش؟ لأننا انا اصلا داخل بالكونت ديالي داكوغ، غاتجي ملا ايديتي هو اللي كيجي من التمرين نيشان وكيبدا يجاوبوا على الاسئلة كالعادة، يدير على كومونسي ويبدا يجاوب. هذه طريقة. طريقة ثانية ممكن تحطو في شي موقع ديالك، موقع ديالك وتعطي الرابط مثلا التلامذ. هاد الموقع يقدر يكون بلوغر، يقدر يكون ووردبريس، يقدر يكون موديل الى غير ذلك. انا اعطي مثال، انا غادي نمشي ندخل مثلا البلوغر، مثلا البلوغر الاخوان راه ممكن يصاوبوا بلوغر بطريقه سهله، غادي تشوفوا الطريقه باش تصاوب واحد بلوغر. كدير هنا تدخل جوجل وتكتب بلوغر، اولا تجي لهنايا وتقلب فين كاينه بلوغر. بلوغر هو موقع الكتروني، كتضغط هنا على بلوغر، ملي كتضغط على بلوغر تيعطيك هاد العملية هادي، كتضغط على إنشاء مدونة جديدة، ضغط عليها، هنا كدير اسم النموذج مثلا تمارين تفاعلية أو أنشطة تفاعلية بواسطة مثلا برنامج
مثلاً عرس سان كبير. هنا كتعطي العنوان ديال المدونة ديالك، العنوان أو عنوان الموقع ديالك بالنسبة لك أنت مثلاً، غادي تكتبوه خصك تكتب باللغة الفرنسية أو اللغة الإنجليزية. مثلاً غادي ندير مثلاً عرس سان كبير، عرس سان كبير، إكزيرسيس. مثلاً ونشوف. دونك عطاني فاليدي عنوان هذه المدونة الإلكترونية متاح. دونك S5P exercice.blogspot يعطيني هذا البوان بلوك سبوت اللي ديالو، وكناخذ النموذج اللي عجبني بطبيعة الحال ونديرو إنشاء مدونة. مدونة كتكون على هذا الشكل. لاحظوا اللي درنا عرض المدونة او عرض الموقع بحال كنضغط على عرض المدونة كتعطيني هذا الشكل. لهذا الشكل تمارين تفاعليه بواسطه برنامج اسنك. مزيان ندخلوا حنايا هاد الرابط مثلا نحطه هنا وسط. غنجي ندير كاين بزاف ديال الطرق، ممكن نمشي للتخطيط وندير اضافه. كنجي لهنا التخطيط، كندير هنا إضافة أداة. هاد إضافة أداة كيدير هاد الأداة؟ هاد الأداة قلنا على شكل جافا سكريبت. إذا غنقلبو هنا فين كاينة الجافا، هي HTML جافا سكريبت. كنضغط عليها. هنا خصني نحط كود اللي قلتلكم قبيلة، نخلي هذا ونمشي لهنا. غادي نرجع غادي نلقى هنا انتيغري. كنضغط على انتيغري. دابا ما غنعطيهمش، لاحظوا معايا قبيله في تيمز عطيتهم هذا الرابط فوقاني. اما هنا غادي ندخل انا الكود الجافا سكريبت وغادي ندخله في المدونه ونعطيهم الرابط ديال المدونه ديال هذا الموضوع. هذا كندير كوبي كنفيرمي وكنمشي للمدونه الجديده. قلنا هي عندي ديجا مفتوحه، وهذا كندير العنوان ديالها مثلا المعادلات، ماشي مشكل، المعادلات من الدرجه الاولى مثلا، الدرجه الاولى، وكندير كولي لذاك المحتوى على هذا الكود. هذا كندير حفظ. من بعد يمكن لي نديبلاصيه وسط المدونه، يعني في الواجهه الوسطى. وكندير حفظ الترتيب. من بعد نضغط على عرض المدونه باش تشوف المدونه كيفاش غادا تجي. لاحظوا معايا هذا هو الموضوع ديالنا اللي درنا. إذن هذا الموضوع هذا يعني كيفاش غادي نوصلوا للتلاميذ مثلا في تيمز. يعني كنمشيو للعنوان الفوق اللي هو عنوان المدونه اللي هو عنوان الموضوع، كنسيليكسيونو كنديرو كوبي بطبيعه الحال. ديك الساعات كنمشيو نشوفو فين غادي نحطو هاد الرابط. هاد الرابط بطبيعه الحال راه ديال الموضوع ديالنا. حنا غادي نمشيو بطبيعه الحال غادي نمشيو نديرو كوبي، غادي نمشيو لنفس العمليه لتيمز الجروب ديال تيمز ديال التلاميذ، وكندير كولي او كنترول في. ومن بعد كما شفتوا غادي نديرو مثلا من بعد ما نحطو كنديرو انفوي. لاحظوا معنا كيجينا الفيشي هو هذا. طبيعة الحال ضغطنا عليه غيدينا مباشرة للموضوع ديال المدونة. إذا تعطي التلميذ يجاوب إلى غير ذلك. إلى هنا نكون قد أنهينا هذا يعني هذا الفيديو الأول أو النشاط الأول، وإن شاء الله عندنا دورة كاملة إن شاء الله بالنسبة باش نديروا الأنشطة كاملين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.